لا بالعكس، ورد اسم إيران، وورد اسم إيران بالشق المعاكس، يعني أنه لا يمكن أن نحارب إيران، وهكذا البريطانيون والأمريكان، يعني أنه سوف لن نخوض حربا مع إيران، سوف لن نخوض حربا مع إيران. تصريحات البنتاغون باعتماد رئاسة الوزراء البريطانية ووزارة الدفاع البريطانية، كلهم نفوا تماما أي عملية استهداف لإيران، لأن استهداف إيران في هذه اللحظة أستاذ أحمد يعني استهداف روسيا والصين، فهمت شلون؟ قد يفتح جبهات في كل بقاع العالم، يعني قد يسرع بعملية حدوث حرب عالمية ثالثة، لا أحد يعرف. يعني أنا قلت لك نظرية الفيلسوف السنغافوري محبوبا، العالم يهتز، العالم يقترب من الفوضى، لأن القوى السائدة والقوى الكلاسيكية التي تحكم قبضتها على العالم لا تعترف بوجود أقطاب أخرى، فيجب أن يتم تنظيم العلاقة بين الأقطاب، وأن تعترف دولة قطب يعترف بقطب حتى نتجنب الفوضى والصراعات. فأنا هذه قاعدة فلسفية أستاذ أحمد، بغض النظر نؤمن أو لا نؤمن بها، ولكنها رؤية مطروحة يعني يطرحها الأكاديميون. ولكن أنا أقول أنه استهداف إيران بشكل مباشر قد يؤدي إلى توسعة عالمية للصراع، ولكن قراءاتنا يعني الخاصة بما يعني أنا قراءتي الخاصة لاستهداف اليمن أستاذ أحمد على مستوى الجغرافيا، أن ضربة اليمن تحاكي الجغرافيا الإيرانية على مستوى المواقع والأهداف أستاذ أحمد، يعني حتى التخزين ويعني المعسكرات التي خزنت بها الأسلحة الحوثية استهدفت وكأنها تشبه لحد بعيد منطقة كاشان، المناطق التي يعني يوجد فيها مواقع نووية، ويوجد يعني هي محاكاة، أشبه من محاكاة ما حصل في اليمن. فهي رسالة يعني ليست مباشرة ولا يوجد عدائية، يعني المعلن الآن هو استهداف والدخول في صراعات عسكرية واحتواء مع يعني أذرع إيران، ولكن ليس مع إيران. لا يوجد قرار استراتيجي في أمريكا وفي يعني أوروبا أن يتم استهداف إيران، ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحصل. ربما يقوم الحوثي ب يعني استهداف ضرب هدف قد يؤدي إلى دربكة الأوضاع كلها، يعني فهذا فقط رؤية تحليلية نعطيها، ولكن نحن نترقب الحقيقة الأحداث السياسية التي والعسكرية التي ستحصل بالمنطقة. نعم.